أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما الحكم أن يقول الإنسان في من طعن في كتاب الله أو لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم إخواننا؟ إخوانه هو بإخواننا، إخوانه، ويصير هو إياهم إن شاء الله إلى جهنم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.